ستنحني وتبوس إيده للسلطان قبل ما تحكي أي كلمة. لو تكرمتوا وسجلتونا الأصول بشي دفتر كنا حفظناهن عن غيب قبل ما نجي. دستور جلالة السلطان سليمان. مثل ما قلت لك. خير. لا تنسى تبوس إيده للسلطان. رئيس خضر تعال عندي. مولاي. الحمد لله على سلامتك. ممنونك مولاي. فحصية منيح. افتحي تمك. لك افتحي منيح. افتحي كمان. لك شبك. يلا تحركي تحركي تحركي. يلا يلا يلا. لا هاي ما بدي اياها. روحي. سنبل لسه في كتير بنات. ناوي تاخذهم كلهم؟ انا بعرف شو عم بعمل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي منيحة. هي منيحة. يلا خلص. روحي روحي. ما شاء الله على القبطان خضر. مو تارك بنت الا وجايبها معه. مولاي إذا بتسمح لي حابب أقدم هدية لجلالتكم. تفضل. بعد ما ضمينا كل الجزائر لدولتنا العلية بيشرفني أقدم لكم مفتاح المدينة كهدية متواضعة. بفتخر فيك وبجنودك الأبطال اللي صنعوا هالانتصار الكبير. الدولة العثمانية ما حدا بيقدر يوقف بوشها طالما في رجال مثلك. وبعد ما رفعتوا رايتنا بالجزائر وقدمتوا هالتضحيات وقدرتوا تنتصروا انتوا تستحقوا المكافأة. بكفي بكفي. أخذنا اللي بدنا إياهم منهم. شلون هيك يا آغا؟ هدول بيطلعوا شي 30 وحدة. وين بدنا نروح بكل هالنسوان؟ يا رجل الله وكيلك القصر ما عاد يسع. خلاص بكفي. خلاص اكتفينا. خذوا البقية رجعوهم. يلا بسرعة. يلا رجعوا لورا. يلا روح. ما رح ندخل معهم هالقصر؟ لا. وين بدنا نروح لحالنا؟ رح ياخذوكم على سوق العبيد. يلا امشوا بقى امشوا. خلصنا. على سوق العبيد؟ ايه شو ما عم تسمعي؟ روحي يلا. يلا امشوا معنا وبلا حدا. يلا خليكي ماشي معه وبلا حدا. يلا امشي. يلا امشي قصيري بقى. امشي بقى امشي. مين بيكونوا هدول؟ هدول الجواري اللي جابون معه القبطان خضر يا سلطانة. بدي اياكي تفحصيهم بنفسك يا ألفت. شوفي أجمل وأزكى وحدة بيناتهم وخليهم يدربوها منيح مشان جلالة السلطان. معك حق سلطانة، وخصوصي قبل ما تشوفهم هيام. في منهم أسيرات نبيلات يا سلطانة، وفينا نختار واحدة منهم. مو هاد اللي محتاجين. المهم نلاقي واحدة تقدر تشغل قلبه للسلطان. نحن ما تركنا شاركان ياخد نفس وأخذ نصيبه. وهداك المغفل أندري دوريا سفنه ما بقى لمحتهم. وليش يضل إذا شاركان عم يهرب؟
وطهماس كمان نفس الحالة، عم بيضل متخبي. حتى من عساكره ما عاد خجل. يعني هيك ناس جبناء ما بتتأمل تواجههم بالحرب. اليوم اللي رح تشوفهم راكعين فيه قدامك يا مولاي مو بعيد كتير. هاليوم رح يجي بس لما بيكون معي رجال مثلك. رئيس خضر، صار لازم نهتم بالبحر أكتر من قبل لنعزز مكانتنا بالشرق، ولهالسبب رح نحتاج لأسطول قوي ومدرب. فبدي منك تبني لي هذا الأسطول وتكون قائد لكل القوات البحرية العثمانية. شرفتني بهالمنصب، بس إذا استلمت هالمهمة معناها لازم ضل بالعاصمة، وبتعرفوا أنا متعود على البحر. أنا ما جبتك لهون مشان تضلك بالعاصمة. رحلتك لسه ما بلشت، والبحر الأبيض بدي تحوله لبحيرة من بحيرات الدولة العثمانية. وأنا ناطر الإشارة منكم يا مولاي السلطان. بس بالأول في عنا مهمة صغيرة لازم نخلص منها قبل. رح يتوجه الرئيس على حلب ليلتحق بحملة إبراهيم باشا هنيك. بعد ما يرجع لنا بخير من حلب رح يباشر مهام قائد القوات البحرية. شكله عرفان بالقصة ورح يستخدمها ضدك، وأكيد رح يحاول ينشرها بين جنودنا، ما هيك؟ معناها واصلوا خبر من السلطان هيام، يبدو صاروا عم يشتغلوا مع بعضهم. Thank you.
شو يا ألفت؟ قدرتي تلاقي لنا البنت المناسبة؟ إيه سلطانة، وعم تتجهز جوا، بس بجوز ما تقدر تدخل. هيام ممكن ما تسمح لها. نحن لازم نشتغل بالسر وندخلها على الغرفة من دون ما تدرى. لا بالعكس، ضروري إنها تشوفها وتعرف بكل شي، بكل شي، مشان توقف بوش. هيك ماشي الحال. بس تعرف هيام رح تتحرك فورا. بس انا مو مطمنة. تعرفوا مولاي له زمان ما قبل تفوت اي بنت لعنده. نحنا بتهمنا هيام، ما رح توقف تتفرج ورح تحاول انه تمنعها. ايمتى رح يبطلوا حركاتهم الغبية؟ والله يا سلطانة هالحركات هاي ما رح تنتهي بنوب، بس أنا بظن إنه جلالة السلطان ما رح يخليها تفوت لعنده، بقى خليها تجرب حظها. مين بتكون هالبنت؟ واحدة من الجوارية اللي إجوا اليوم مع القبطان. وحلوة؟ أوه ما شاء الله بتاخد العيش. كوثر! مولاتي السلطانة، بتروحي أنتي وسنبل بسرعة، وكل الجواري اللي جابهم اليوم القبطان بتشوفون، وأجمل وحدة فيهم بدها تصير خدامة عندي. وأوعكن السلطان يشوف وشها بالمرة. السلطانة؟ اسمع الحكي من دون ما تناقشه، فهمت؟ طبعا فهمت وسامعا وطاعة. وشو بتريدي نساوي مع هاي البنت؟ كيفك فاطمة؟ صايرة أنت اللي عم تاخدي البنات على الخلوة؟ ألفت خانم هي اللي أمرتني. رجعوها محل ما أجت، ومرة تانية أوعك تحاولي تعملي شيء أكبر منك. أنا بعرف إنك مجنونة، بس سمعك مو تقيل. عم قلك ألفت خانم أمرتني وصلها، ما تذكرتيها؟ فاطمة روحي رجعيها فوراً أحسن ما أقطع لك لسانك، إلا إذا بدك قول للسلطانة هيام وهي بتحل الموضوع. وبعدين شو رح يصير مولاتي؟ شو لازم نعمل؟ ألفت رح تتدخل. كيف يعني؟ أنا شو فيني أعمل؟ بتروحي لعند جلالة السلطان وبتطلبي منه يعزلك من وظيفة أمينة الخزنة. شو قصدك ألفت؟ فهميني شو الموضوع؟ هيك وضع يا مولاي مانو مقبول. حكي لي كل شي بالتفصيل. ألفت، السلطانة هيام هي طلبت تترك الوظيفة؟ لا، بس أنا بدي أترك بسببها. ما عم تسمح لي أعمل أبسط مهمة من وظيفتي يا مولاي. يعني طلبت يحضروا لكم جارية جديدة اليوم مثلا، رجعوها على الطريق قبل ما توصل لغرفتكم. قال هيك السلطانة أمرت، وقال من هلأ ورايح ممنوع أي جارية تزوركن يا مولاي. شلون ممنوع ومين بيقرر؟ إلا إذا كانت هاي رغبتكن يا مولاي، وقتها ما بحق لي أحكي أبداً. الكل بالحرم لك بيعرفوا إنه السلطانة هيام عم تتدخل بي. خلاص بكفي، ما بدي أسمع أكتر من هيك، أرجعي على وظيفتك. عفواً مولاي، ما رح أرجع عن قراري. المشكلة أكبر من هيك، لأنه السلطانة خديجة والسلطانة هي مو متفقين. ليش؟ شو السبب؟ أول شخص دري بعلاقة الباشا للأسف هو السلطانة هي، وأصلاً هي اللي فتحت هذا السر، ومن وراها صار كل اللي صار بينه وبين مرته. شلون يعني من وراها؟ ما فهمت. إبراهيم قصته مأكدة، هو اعترف بهذا الشيء.
معكن حق يا مولاي، بس السلطانة خديجة مو هيك عم تشوفها، وبيجوز هي عم تدور على حدا تلومه. مولاي، هالمواجهة رح تستمر؟ خاصة بعد ما تروحوا على حملتكن. الحرم لك وضعه خطير ولازم ينتظم بسرعة، وأنا وحدي ما بقدر، بدي مساعدة وتكون خبيرة. حاسس إنه في حدا ببالك يا ألفت. إيه فعلا، إذا جلالتكم اقتنعتوا فيها. ومين بتكون؟ لازم نطلع من هون. حضرة إبراهيم باشا، الحمد لله على سلامتكم وسلامة الجميع. الأمور عندك بهي البساطة؟ ما هيك؟ أعدائنا وصلوا لنا وقدروا يقطعوا طريقنا وكانوا رح يقتلونا، هدول نصبوا لنا فخ وحضرتك ما عندك خبر شلون قدروا يخترقونا؟ أنا سويت اللازم يا باشا، رجالي استكشفوا الطريق بس بجوز تسللوا عن طريق تاني. بس! مصطفى باشا. باشا، انت مسؤول عن امن الطريق من هون ورايح. تحت امرك يا باشا. اما حضرتك يا اسكندر شلبي، اذا شوك بتنخص برجل حصاني انت رح تتحاسب، ووقتها رح يكون عقابك كتير وخيم. اطلعوا. روحوا امسكوا. بدك تهربي مو؟ سلطانة، شوفي يا فريال، أنا لساتني لهلأ مطولة بالي عليكي، فلا تختبري صبري أكتر من هيك. والله بقتلك بإيدي. يلا شو ناطرة؟ خدي روحي وخلصيني، أنا مو قادرة أتحمل هالوضع أكتر من هيك. مين ساعدك؟ سلطان، جاوبي على سؤالي. طالما انت مصرة انك تعرفي رح قلك. ابراهيم باشا هو اللي ساعدني، اللي عم يحاول يخلصني من ايدك هو ابراهيم باشا. تعرفي السبب شو؟ لأنه بيحبني. صار لنا مع بعض سنين، وهو يلي اشترى لي هداك البيت. فريال، كان يضل عندي وقت يلي غيب عن البيت. لأنه عندك ما لقى السعادة، لقى السعادة عندي، وأنا لقيت سعادتي معه.
اقطعوا لراسه فورا. وقف. أنا ما رح أقتلك هلأ يا فريال، رح تشوفي عذاب بحياتك ما شفتي، والله لحتى خليكي تتمني تموتي. يلا خدوها حبسوها. يا أمير الله يخليك ارحمني، ابوس ايدك لا تقتلني يا أمير، أنا في عندي ولاد لا تخليهم يربوا أيتام، الله يخليك بترجاك ترحمني يا مولاي ارحمني. إذا كان في شيء أصعب من اتخاذ القرار فهو التراجع عنه يا مصطفى. التراجع أحيانا ضعف وأحيانا هو. وقف. أنت لازم تأخذ قرار القتل والعفو كأنك سلطان العالم. أنا ما كان فيني أخذ نفس هالقرار. حضرة الأمير. يا مولاي سلطنة دديكليري. كنت عم استناك يا سمو الأمير. تركيني لحالي هلأ. جانا اليوم رسول من السلطانة ناهد دوران، قال عازلينا من وظيفتها، والسلطانة هيام هي اللي عم تدير الحرم لك هلأ. وأمي كيفها؟ صحتها منيحة منشكر الله ومنحمده، بس هي كتير حزينة وقريباً رح تجي لهون. بالنتيجة يا سمو الأمير، سلطانة هيام ساوت اللي بدها اياه. سليمان قديش هاليوم حلو. شو صاير؟ ليش ما عم تطلع فيني؟ الصلاحيات اللي عطيتك اياها بتتعلق بإدارة الحرم لك، بس بجناحي لا. يعني انت ما بيحق لك تتدخلي مين بيدخل على جناحي ومين بيطلع. اوعك تفكري يا هيام، اوعك تفكري تتجاوزي حدودك. انا ما بعرف بالضبط شو حكولك، بس انا ما انا منحتك ميزات كبيره ما حدا حلم فيها من قبل، لاني مقتنع انك بتستحقي هذا الشيء. بس اذا بتخزليني وبتخيبي املي، وقت السلطان سليمان ما رح يكون بحياتك يا هيام. أنا فهماني عليهم، عم يحاولوا يبعدوني عنك ويفرقوا بيننا، لهيك بعتولك هديك المرة سليمان. سليمان ألفة طلبت مني أعزلها وأنا وافقت. عينت عفيفة خانم محلها. مين عفيفة خانم؟ عفيفة خانم بتكون مرضعتي يا هيام، رح تجي من ترابزون، بحب أقد ست الكل المرحومة،
طلبتها مشان تجي تساعد بإدارة الحرم لك. أنا حكيت مع مولاي وعطى أوامره ليجيبوا عفيفة خانهم. حلو كتير، أخيراً قدرنا نساوي شي سلطانة. عفيفة خانهم هي اللي رح توقف عند حدها. ما لازم تطمني كتير، لأنه هيام مانا لقمة سهلة. إذا كنا حابين نخلص منها لازم نتصرف بحذر. كنت متمنى يكون معكم لشوفها لهيام وهي عم تدفع ثمن كل شي عملته. حاولي تأخري سفرك يا ناهي الدوران، ما بتعرفي بجوز ما يكون في داعي. سلطانة اهدي شوي. امي شو اللي صاير؟ اسمع كوثر، لك وينكن انتو؟ تعالوا فورا. اسمع بسرعة بسرعة بسرعة. شو في مولاتي؟ تجمعوا ضدي وبلشوا يهاجموني، عملوا خطة ورح يجيبوا هديك المرة لهون. هي مرة يا سلطانة؟ انت شو بتقصدي؟ عفيفة خانم بتكون امه برضاعة لجلالة السلطان. قولي على قامتي على هالمصيبة. شو؟ هاي المرة كتير قوية، حتى السلطانة الأم بذات نفسها كانت تحكي عن قوتها وجبروتها. ضبوا لي غراضي فورا، بدنا نروح. ليش لوين بدنا نروح؟ لا تخلوني عيد كلامي مرة تانية. روحوا ضبوهن فورا، يلا تحركوا. يلا يلا يلا. حضرة الباشا، هذا الصندوق لحضرتكم. ومن مين هالصندوق؟ مولاي السلطان بعتكم يا هدية يا باشا. اتركوه وروحوا. انت في بعيونك خوف يا ابراهيم، وضعك مو مريح بنوم. انا ما عم بعرف ابدا شو هو السر اللي عم تحاول تخبيه عني، بس الخوف كتير واضح عليك، عم بيخليك جبان. شكل علقت والله، والدم رح يصير للركب. شو قلت لك يا هيام؟ مو قلت لك هذا الجناح ممنوع تفوتي عليه؟
سلطانة، واضح إنه الشيء اللي صاير معك موترك. شو رأيك تبعدي عن كل شيء وترتاحي شوي؟ أنت شمتانة يا هويا؟ أبداً. وليش لأشمت؟ طلعي فوراً من الجناح. بعد إذنك، هالجناح من هون ورايح رح يكون إلي. أنت جنيتي شيء؟ اللي واقفة قدامك السلطانة. أنت شو دخلك ناهي الدوران؟ طول عمرك عم تدوري على حدا يحميكي ورا ظهره ليكون وصل الدور لخديجة. طلعوا لبرا. سلطانة، اتركونا لحالنا. وانتو اطلعوا كمان. اسمعي منيح يا هيام، نفذي الأوامر ومن دون نقاش. ما بدي شوف وشك بهالجناح بنوب، مفهوم؟ الظاهر يا سلطانة إنه مشكلتك مأسرع عقلك. هذا الموضوع مو سهل بنوب. لو أنا محلك كنت أكيد أكيد رح جن. الله يكون بعونك. أنا رح أخلص منك. إيه حاولي يا سلطانة، كلكم جربتوا بس ما قدرتوا علي. اسمعي يا سلطانة، أنتي مكانك مو هون. الكل عم يحكوا بالقصة. وين ما رحتي هي القصة كبيرة ورح تضلها لحقتك. بيجيكي يوم مثل هاليوم يا هويا، رح تشمت فيكي كل الناس. تعرفي ليش؟ لأنه مولاي السلطان بده يعشق غيرك يا سلطان. هالشي مستحيل، لأنه هاي المرة مو موجودة. لا تحلمي. بقديش الجارية؟ 1000 ذهبة. شوف قديش جسمهم قوي، اجونا من بلاد العجم وفي منهم اجونا من القصور. أسعارهم كتير غالي، معقول ما في أرخص من هيك؟ يا أفندي هالجواري ما بتلاقي مثلهم أبداً. لا تكون عم تبيع ذهب. إيه أنتي تعي. هاي رجعوها من القصر، إذا عجبتها خدها. أنتي شو اسمك؟ شو ما عم تسمعيني؟ عم قلك شو اسمي؟ فيروزة. بما أنك مو خايفة من حدا وما في ولا مرة على وش الأرض بتقدر عليكي، ليش ما عم تقبلي إنه السلطان يشوف غيرك؟ لأنه مولاي السلطان بيحبني ومو منقص عليه شي بنوب. بس شوفي جوزك الباشا، بجوز بده تجهزي له كم بنت يا سلطانة. هو بيحب النسوان. تجاوزتي حدودك يا وقحة. انت شلون بتتجرأي تتطاولي على اسيادك وتهينيهم؟ اطلعي من جناحي. مو انا، انت اللي بتطلعي. رح انسى انك ضربتيني على وجهي يا سلطانة. اتنيناتنا نسوان وبعرف قديش عم تتوجعي. كتير زعلانة عليكي، خاصة وقت بفضل جوزك الباشا وحدة بسيطة بالحرم لك على سلطانة مثلي. خلص حاجة قلة أدب يا هيام،
روحي دوري على شو اللي خلاه يخونك، مو أنا اللي حطيتها لفريال بطريق إبراهيم. طبقوا يلي قلتلكن يا حرفيا، عم تفهموا؟ بسرعة. كوسر. نعم سلطانة. مين حيهتم بجناحي ويرتبوا عقصوله؟ أنا حرتبه يا سلطانة. في شي معين بتحبي أعمله؟ أكيد في، أنا أكيد ما حأتركه عزوئك. دستور جلالة السلطان سليمان. مريم يا أجمل سلطانة، كيفك؟ مولاي أنا كتير مبسوطة. حبيتي المفاجأة؟ حبيت كتير، شكراً يا مولاي. الحصان حلو كتير بس لسه مركبت عليه. بكرة منروح على قصر الصيد وبتركبي على الحصان. شكراً كتير. وين أمك؟ هي مو هون، قررت تنتقل على جناح السلطانة الأم. الغريب بالموضوع يا سلطانة إنك أنت طول الفترة الماضية ما حسيتي على شي بنوب، وهو أخذ راحته على الآخر عشقان فريال ورح يصير عندهم ولد عن قريب. هالشي مو صحيح، إبراهيم لساته إلي. ليش ما بدك تشوفي الحقيقة يا سلطانة؟ الباشا ما بقى يحبك مثل الأول، لهيك رح دور على وحدة تانية. خلص ما بقى إلك. أنا مستغربة كيف لساتك عم تقولي إنه الباشا لساته إلك. كيف بده يرجع لوحدة مثلك؟ We'll be right back.